واليوم راني هربت للراجل، هربت لواحد الهربه مدخمه، درت واحد السلته. انا جيت عندي يسرى لان ما باركتلهاش وجهي لوجهها. لاله يسرى مباركم سعود، ربي يخليكم ماما وزايد وبنت الخير. ما عندي ما نقول، وتابي وين عمت ترابي، بيتي وشربتي وكلتي معك، ربي يخليكم ماما. صراحه يسرى راها من اطيب خلق الله، الجود والكرم، القلب الكبير، ما عندي ما نقول. دائما فرحه خوتها، دائما فرحه الضياف فاش كيجيو. انا كنفتخر بيك، وماشي غير انا، العائله كلها. شكرا لعائلتي كامله بدون استثناء. صح، شكرا ربي يخليك. اللي كنلقاها شكرا ربي يخليك. نقولكم شنو دارت معايا ميما، يعني عائلتي كلها ساعدتني، عائلتي كلها، واختي حتى هي صراحه بعدا كتدعي معايا، بغات لي الخير بزاف ديال الحوايج. عائلتي كلها اللي ما دارش معايا شي حاجه مهم باغي ليا الاقل فرح لك، الاقل فرح لي، داكشي اللي كاين. وميما مسكينه اللي قلت لكم انا راه ما كانتش عندي الفلوس باش نكمل المحل ديالي، خاصه كانت خاصاني 5 مليون اللي باقا. علاش قلت لماما عافاك عاوني باش نجمع راسي، الا قدرتي زعما هكا تسلفيني غير نطلق المسمار للمحل. جددوا عليها، جددوا عليها، قالت لي مرحبا بزاف، شكرا ليها بزاف. لا ولكن يسرى راه ماشي اي وحده، ربي يخليك. ما تكذبوش على الله، يسرى راه تبارك الله ونعم. اذا ماشي سهله باش تثيقي تعطي 5 مليون تسلفيها البنت في عمرها 18 عام بعدها. انا ماشي سهله، انا غير ساعدتك، ما سلفتكش، احنا ما بناتناش السلف ديالي. هادي بعدا راه تقت فيا بزاف، شكرا ليها بزاف. لا ولكن حتى يسرى راه ماشي اي وحده، ربي يخليك. ما تكذبوش على الله، يسرى.